السلام عليكم البنات الولاد، كل شيء اللي كيتفرجوا فيا لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي ندير معكم هاد المخيمرات هادو، غادي نعمرهم بهاد الحشوه اللي درت فيها هنايا، سميتو الكبده ديال الدجاج، البصل وخيزو محكوك والكورجيت والعطريه، العطريه السكنجبير الخرقوم والبزار وشويه الكمون والملح والقزبور، وها انا غنعمرهم معكم. وكيف ما كتشوفوا البنات، ها هما كيفاش كيجيو دوك الخبيزات، كيجيو غزالين. والبيتزا ديالنا هما حتى هما عمرتهم بنفس الحشوه اللي شط ليا من هاد الخبيزات هادو، وزدت عليهم الزيتون ولاصوص طوماط والفرماج كما قلت لكم، درت الجبن المثلث